بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وعن الحسن بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن ابنته، وريحانته، الريحانة الزهرة، يعني أنه من المحبوبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أي اترك، ما يريبك أي ما يلحق بك الريب والشك والقلق والاضطراب، إلى ما لا يريبك، يعني إلى ما يلحق، إلى ما يلحقك به قلق واضطراب. أي أترك ما فيه، أي أترك الأمر الذي فيه اضطراب وقلق إلى ما لا قلق فيه ولا اضطراب. وهذا الحديث قاعدة نبوية ينبغي للمرء أن يسير عليها في حياته، سواء كان ذلك في العبادات أم كان ذلك في المعاملات. فمثلا نضرب أمثلة لهذا الحديث. لو أن شخصا انتقض وضوءه، كان متوضئا وانتقض وضوءه، ثم لما حضرت الصلاة شك وتردد هل توضأ بعد انتقاض الوضوء أو لم يتوضأ وصلى. فهنا إن صلى ولم يتوضأ فهو في قلق، لأنه يشك في صلاته، هل صلاته صحيحة لأنها صلاة بوضوء، أو أنها ليست صحيحة لأنه لم يتوضأ. وإن توضأ وصلى أزال عنه القلق. فنقول هنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالذي يلحق بك القلق والاضطراب دعه، وافعل ما لا يكون فيه قلق واضطراب. أيضا في المعاملة في النكاح، لو أن شخصا ارتضع من امرأة وشك هل هذا الرضاع الذي ارتضع منها هل هو محرم، هل هو 5 رضعات محرمة أو دون ذلك، فنقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالأصل عدم التحريم. إذن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ترجع حقيقة إلى قاعدة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك. فالإنسان إذا كان عنده يقين يرجع إلى اليقين، واليقين لا يزول بالشك. لكن هذا ما لم يكن وسواسا، فإذا بلغ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى درجة الوساوس، بحيث أن كل عبادة يفعلها يشك فيها، أو كل معاملة يتعاملها يشك فيها، فحينئذ لا يلتفت إلى هذا الريب وهذا القلق. نعم. قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا. طيب، هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإسلام فيه حسنات وفيه سيئات باعتبار فعل العبد. الإسلام فيه حسنات وفيه سيئات باعتبار فعل العبد.
أما باعتبار الإسلام فالإسلام كله حسنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فمن حسن الإسلام تركه، يعني أن يدع ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه. فكل أمر لا يعنيك ولا يهمك فدعه، وذلك لأن كونك تترك ما لا يعنيك دليل على اعتنائك بما يعنيك، لأن الإنسان إذا اشتغل بما لا يعنيه انشغل عن ما يعنيه. ولا يعني هذا أن لا يسأل الإنسان عن أحوال أقربائه وعن أحوال المسلمين ونحو ذلك، لكن لا يتدخل في أمور لا تعنيه. فبعض الناس مثلاً إذا قابل شخصاً يسأله أسئلة قد لا تعنيه وليس فيها فائدة، فيسأله مثلاً: من أنت؟ فلان ابن فلان، كم عمرك؟ أين تعمل؟ من أين متزوج؟ كم عدد أولادك؟ هل هم موظفون أم طلاب؟ هل هم متزوجون؟ كم عندهم من الأولاد؟ وهكذا. كل هذه أسئلة ليس فيها فائدة وليست تعنيك. هل يعنيك أنه تزوج امرأة أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا؟ هل يعنيك أن عنده أولاد أو لا؟ فالشيء الذي يعنيك والذي يهمك هو الذي التفت إليه وانشغل به، أما ما لا يعنيك ولا يهمك فلا تلتفت إليه. من ذلك أيضا التجمهر الذي يحصل عند وقوع حادثة. تجد أن مثلا لو أن حادث سير وقع بين شخصين تجد أن الناس يتجمهرون وينظرون. أنت إذا إن كانوا يحتاجون إلى مساعدة منك فلا حرج أن تذهب إليهم وتعينهم، أما مجرد التجمهر والنظر والسؤال ونحو ذلك فهذا أيضا كله مما لا يعنيك. فهذا الحديث ينبغي للمرء أن يجعله منهجا يسير عليه في حياته، وهو أن من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه، لأن كونه يترك ما لا يعنيه دليل على انشغاله فيما يعنيه. وهذا كما سبق لا يعني أن الإنسان لا يسأل عن أحوال المسلمين وعن أحوال أقربائه ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. النفي هنا لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا، لأن الإيمان يطلق على الإيمان الكامل ويطلق على مطلق الإيمان. فمن إطلاق الإيمان على الإيمان الكامل قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أي أن إيمانهم كامل حقا. ويطلق الإيمان على مطلق الإيمان وإن شابه شيء من الذنوب والمعاصي، كقول الله عز وجل في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، فلو حرر رقبة فاسقة أجزأ. قال: لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه، يعني لأخيه المؤمن، ما يحب لنفسه، وأيضا أن يكره له ما يكرهه لنفسه. فمن علامات كمال الإيمان أن تحب لإخوانك المؤمنين ما تحب لنفسك، وأن تكره من الخير، وأن تكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر. ولذلك إذا جاءك شخص وطلب نصيحتك أو مشورتك فمن كمال الإيمان أن تشير عليه بما تختاره لنفسك. لو كنت مكانه ماذا تختار؟ هذا من حسن
من كمال إيمانك. فمثلا لو جاءك شخص واستشارك في أن يشتري هذا العقار أو أن لا يشتريه، فابذل له النصيحة واجعل نفسك مكانه. أنت لو كنت مكانه هل تشتري أو لا تشتري؟ فإن كنت تحب لنفسك أن تشتري فانصحه بالشراء، وإن كنت تكره لنفسك أن تشتري وتعتبر أن شراءك لهذا العقار فيه خسارة وفيه يعني ضياع للمال فلا تشير عليه بذلك. كذلك أيضا لو جاء يستشيرك في أن يتزوج من بيت آل فلان وطلب منك المشورة أو النصيحة، فأنت انظر إلى ما تحبه لنفسك. لو كنت مكانه هل تتزوج من هؤلاء أو لا أو نحو ذلك؟ فهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأيضا وأن يكره له من الشر ما يكره لنفسه. وعلى هذا فينبغي للمرء أن يحرص على النصح لإخوانه المسلمين، إذا رأى منهم خللا أو تقصيرا أو منكرا أن ينهاهم عن ذلك، وأن يرشدهم وأن ينصحهم وأن يعظهم وأن يذكرهم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم، وفي لفظ: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا بإحدى ثلاث. إلا بإحدى ثلاث أي إلا بإحدى خصال ثلاث أو أفعال ثلاث. أولا الثيب الزاني، والثيب هو الذي جامع امرأته في نكاح صحيح، يعني تزوج وجامع امرأته، فإذا تزوج في نكاح صحيح وجامع امرأته فإنه يكون ثيبا. فإذا زنى والعياذ بالله هذا الثيب فإن عقوبته أنه يرجم إذا ثبت الزنا، والزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول الإقرار، فإذا أقر على نفسه بالزنا فإنه يقام عليه الحد، ولذلك جميع من أقام النبي صلى الله عليه وسلم جميع من أقام عليهم الحد في عهده كل ذلك ثبت بالإقرار. فماعز رضي الله عنه أقر، والغامدية أقر أقرت، وامرأة صاحب العسيف أقرت، واليهوديان أقر، والذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه خمسة، رجم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: رجم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم امرأة صاحب العسيف التي قال فيها: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ورجم اليهوديين. لكن جميع الذين أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حد الرجم ثبت ذلك بإقرارهم لا بالبينة. الأمر الثاني مما يثبت به حد الزنا الشهادة، وذلك بأن يشهد عليه أربعة رجال عدول. قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلابد أن يشهد أربعة رجال عدول، أن يشهدوا على زنا واحد في مكان واحد في زمان واحد. فلو قال بعضهم: رأيته يزني مثلا في اليوم الفلاني، وقال الآخر: رأيته يزني في اليوم الفلاني، والثالث والرابع، فإنهم قذفة يقام عليهم حد الفرية. فلا بد في الشهادة أن تثبت بشهادة أربعة رجال عدول، ولا تقبل شهادة النساء،
وأن يشهدوا على زينا واحد ويصفونه. ولذلك لما كانت الشهادة أو ثبوت حد الزنا بالشهادة لما كان بهذه المكانة وبهذه الصعومة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم إلى ساعتي هذه أن حد، لا أعلم إلى زمني هذا أن حد الزنا أقيم بالبينة. من وقت النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا أعلم أنه أقيم بالبينة. لماذا؟ لأن البينة فيها صعوبة عظيمة، حتى في وقتنا الحاضر لا تقبل الصور سواء كانت صورا فوتوغرافية أم صورا فيديو، لأنه يمكن مع التقنية الدبلجة أن يضع رأس شخص مكان شخص آخر ونحو ذلك. هذا الأمر الثاني. الثالث مما يثبت به حد الزنا الحبل، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنها تحد ما لم تدعي شبهة. والزنا والعياذ بالله حده إما رجم وإما جلد وتغريبه عام. فإن كان الزاني محصنا رجم حتى يموت، إن كان الزاني محصنا رجم حتى يموت. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم 5، بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنيس: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأما إذا كان الزاني غير محصن بمعنى أنه لم يتزوج فيجلد 100 جلدة ويغرم عاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت لما أنزل الله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، قال: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وآية الرجم مما نسخ لفظه وبقي معناه، وليست الآية المنسوخة ما يتعرفه بعض الناس وما جاء في بعض الروايات من أن الآية المنسوخة هي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ليست هذه هي الآية المنسوخة، والقول بأنها هي الآية المنسوخة قول ضعيف، لأن هذا اللفظ الشيخ والشيخة علق حكم الرجم بالشيخ والشيخة، فيقال أيما أكثر وقوعا بالنسبة للزنا، من الشيخ والشيخة أو من الشاب والشابة؟ من الشاب والشابة. فكيف يعلق الشارع الحكم بأمر نادر ويدع الأمر الذي أكثر وقوعا مع وجود أيضا ضعف في السند؟ وقد ثبت في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين، وقد ثبت في الصحيحين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. فقرأناها لفظا ووعيناها معنا وعقلناها عملا، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. إذن الثيب بالثيب، فإذا زنى الثيب وهو المحصن فإنه يرجم. ثانيا قال: والنفس بالنفس، أي أن النفس تقتل بالنفس، فمن قتل نفسا مؤمنة فإنه يقتل بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومعنى القصاص، القصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل، وذلك بأن وذلك فيما إذا قتل عمدا. أما إذا كان القتل شبه عمد
أو خطأ فإنه لا قصاص فيه. القتل قسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القتل العمد العدوان، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فيجتمع في القتل العمد القصد، يعني قصد القتل والآلة تقتل غالبا. فإنسان مثلا أمسك بمسدس وقصد أن يقتل زيدا من الناس فقتله، هذا يعتبر عمدا. فإذا قصد القتل وكانت الآلة التي قتل بها مما يقتل غالبا فهذا قتل عمد. الثاني شبه عمد. شبه العمد فيه قصد، فيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل غالبا. فمثلا لو حصل نزاع بين شخصين وحصل بينهما اقتتال بالأيدي فضرب أحدهما الآخر على رأسه ثم مات، فمثل هذا يسمى شبه عمد، لأن مثل هذه الضربة لم تجري العادة أنها تقتل، فهنا قصد لكن الآلة لا تقتل. وأما الخطأ فالخطأ الآلة تقتل لكن ليس هناك قصد، يعني هو لم يقصد القتل والآلة تقتل، كما لو رمى ما يظنه صيدا فبان غير صيد. القصاص إنما يثبت في القتل العمد، فمن قتل له قتيل عمدا فإنه يخير بين القصاص وبين الدية. ثم قال عليه الصلاة والسلام والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه أي المرتد والعياذ بالله، فالمرتد يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. والردة عن الإسلام تحصل بواحد من أمور أربعة. الردة والعياذ بالله، الرجوع عن الإسلام والردة تحصل بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. الردة جماعها يرجع إلى واحد من أمور أربعة: أولاً الاعتقاد، كما لو اعتقد أن مع الله شريكاً أو معيناً أو ظهيراً، أو شك في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شك في القرآن، أو شك فيما ثبت من الدين بالضرورة ونحو ذلك، فحينئذ يكون كافراً. أو أنكر ما وجب من الدين بالضرورة، يعني أنكر الصلوات، قال الصلوات الخمس ليست واجبة، الحج ليس واجباً، فهذا حتى وإن كان يصلي يكفر باعتقاده. إذن الأمر الأول مما يحصل به والعياذ بالله الردة والخروج عن الإسلام الاعتقاد، بأن اعتقد مثلا أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو شك في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ما جاء به من القرآن، أو ما جاء به من الشرع، فهذا ردة والعياذ بالله. الثاني الفعل، كما لو سجد لصنم يتقرب إليه وليس بمكره، يعني سجد عن اعتقاد واختيار، فهذا كفر والعياذ بالله. الثالث القول، أيضا تثبت الردة بالقول كالسخرية والاستهزاء بالأحكام الشرعية، أن يستهزئ بالقرآن أو بالسنة أو بأحكام الله، فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. قال الله عز وجل في المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذلك حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقصدون الرسول والصحابة. هؤلاء المنافقون يقولون ما رأينا مثل هؤلاء القراء أرغب بطونا، يعني أكثر حبا للأكل والتخمة، ولا أكذب ألسنا، يعني أنهم كذبة، فيصفون الرسول عليه الصلاة والسلام
والصحابة بأنهم كذبة ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب الآية. الأمر الرابع مما تحصل به الردة والعياذ بالله الترك، بأن يترك ما يكون تركه كفرا، وليس هناك أمر يكون تركه كفرا سوى الصلاة. جميع أركان الإسلام لو ترك الزكاة أو الصيام يعني تهاونا وكسلا، أو ترك الحج فإنه لا يكفر. الذي يكفر بتركه هو الصلاة. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فمفهوم الآية أنهم قبل ذلك لم يكونوا مؤمنين، ولا ينتفي الإيمان إلا بفعل مكفر. أما السنة فهي صريحة في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام، فإذا ترك الإنسان فلا حظ له في الإسلام، وإذا لم يكن له حظ في الإسلام سلب الإسلام منه والعياذ بالله. والتارك لدينه المفارق للجماعة، الذي يفارق جماعة المسلمين، وذلك بأن يخلع البيعة من إمامه أو من أميره ويفارق جماعة المسلمين، أو يحاول أن يشق عصاهم، هذا والعياذ بالله ممن يدخل في هذا الحديث أن دمه حلال. فهذه ثلاثة أمور بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن دم المسلم لا يحل إلا بواحد منها: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.